يقول أعمل في بنك الربوي والبنك الآن عرض علينا قرضا بدون فائدة، هل يجوز أن أخذه؟ هو لا يجوز العمل أصلا في البنك الربوي، لا يجوز إنسان يعمل في بنك ربوي وإن كان هو لا يأخذ فائدة، هو يعين على هذا الأمر. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يقول الله تبارك وتعالى والذي يعمل في البنك الربوي لا يجوز له ذلك أبدا فضلا عن أخذ القرض. بل حتى لو كان الإنسان يعني لا يعمل في هذا البنك لا يجوز أن يأخذ قرضا بدون فائدة من بنك الربوي إذا كان يشترط عليه أن يحول راتبه له. إذا كان لا يشترط تحويل الراتب ما في مشكلة، تأخذ القرض من إنسان مثلا ربوي تقول لا أعطني قرضا وأرده لك كما أعطيته ما في بس. لكن البنك الربوي يقول تحول راتبك عندي وأعطيك قرضا بدون فائدة، هو استفاد من راتبك، هو يستفيد من راتبك، يتعاطى به بالربا. كأن إنسانا اشترى سلاحا وقال عندي سلاح، من يريد أن يقتل أعيره هذا السلاح لكن أنا لا أقتل أحدا. هذا كذلك لما أضع أنا أموالي في بنك ربوي أقول لهم اذهبوا حاربوا الله لكن أنا لن أشارك في هذه الحرب، لكن خذوا أموالي حاربوا فيها الله. كذلك هذا الذي يعطي السلاح يقول هاك خذ هذا السلاح قاتل اقتل من شئت لكن أنا لا أشارك في القتال، هذا لا يجوز.